معلومات من غوارديولا ليكسب برشلونة. ترجع كرة، هذا ما قاله يوب هينكس، والكرة ترجع مرة ثانية. كنترول اختيرة الصابة، الانطلاق، التوزيع، باش تكون اختيرة برشا. دونتي والراس والهدف الأول، الهدف الأول للبافاري. قلت لك باش تكون اختيرة برشا، باش تكون صعيبة برشا، باش تكون مهمة برشا. 1-0 لكتيبة الرومينيجي، وهونس 1-0 لبايرن عن طريق مولر. 1-0 بالراس. المباراة تتوتر، المباراة تتطور، المباراة ستخرج من عمق الزجاجة، من الحسابات. البايرن الهجوم الرهيب، الأحجار الكريمة يا منشك، دانتي بالراس والثانية بالراس، آخرها شباك، آخرها اهتزاز، آخرها اهتزاز للمرمى، واهتزاز للمدرجات، واهتزاز بالأعصاب، واهتزاز بالأفراح. 1-0، دانتي يغلب ألفيش، وبيكي يخسر الدويل مع مولر. راسية ودبل راس، يتحقق الكاس والسعادة الناس لعشاق باير. واحد نثمي حط الساقو، الآن تجي الساق الروبان، ردبالك بالراس، والهدف الثاني، الهدف الثاني البافاري. ما يرحموش السوبر ماريو كومش، جول تلاس باير مونشن. 2-0 للبافاري. ما يرحموش. ما ترحمش يا هونس، كيما كنت انت ملاعبي، ما ترحمش يا رومينيجي. هدفين للصفر. ماذا يحدث في الاليانز ارينا؟ الدمار الشامل بكرة ثانية. فماش تسلل من هذه الزاوية، الدفاع يغلط، كل الكرات العالية ياخذها منشن. شوف الكسيس الكارت اش يعمل، يطلع ويعب والولاد قصار، والبايرن طوال، ومولر يصنع هدف ويسجل جول، ونتيجة 2-0 بلغة التور. الله الله يا عبد الله، الله الله. إذا تبرشي في كورة ممتازة جدا من ريبيري، وفرصة كبيرة، والثالث عن طريق روبان يتعدى، روبان والهدف الثالث. مش ممكن. أريون روبان، الهدف الثالث لبايرن ميونخ. مش ممكن يا البافاري، مش ممكن يا الالماني. 3-0. نسينا المتعه الاولى بتاع ريبيري. شوف الباس، شوف ايش يعمل. شوف هاوجيه، هاو قرب، هاو تخلى، هاو سدد، هاو حتى جول. 3-0 لريان، 3-0 للصاروخ. بالسرعه كانوا افضل، بالقوه كانوا افضل، بالخطورة والنجاع كانوا أحسن. هنا فما بلوكاج، هذه بلغة الباسكيت، فما بلوكاج. شوش عمل مولير؟ لا خطأ يا حكم، يا حكم، يا كساي، يا فيكتور، الله يهديك يا كساي. هي الكرة هفوات، هي الكرة غلاف، هي الكرة أخطاء، والنتيجة ما يغضبش. 3-0، باي باي. يلزم هدف لبرشلونة، ولكن أين هذا الهدف؟ والرابع، والهدف الرابع، وبالحق باي باي. الرابع وبالحق أديوس، الرابع عن طريق توماس مولر. المنشن يلقن الدروس ويرفع الروس، يرفع روس ألمانيا. لم تكذب ميركل، لم تكذب المستشار لما قالت أرى الفاينل في ويمبلي. بايرن دورتموند في جزء الأول يقتربون، وفي جزء الثاني يحلمون ويتمنون غدا أن يعطي بروسيا خطوة كبيرة نحو نهائي بوندسليغا، نحو لقب لدوري الأبطال. غاب عنهم سنين وتمنى عنهم سنين، ولكن سيعيدونه إلى أرض ألمانيا، أرض الألمانيا.